الغربة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة وباية كتر والشغل بقى هنا. شغل شغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين ولا احنا حنانين طبعا بني ادمين احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ اجدع ناس منين يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم. محترم؟ محترم ده ايه؟ وقعدت تكون مصدق الشركة اللي انت فيها دي؟ ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله.